ألف ب ت س ج ح خ د ز ر ز س ش ص د ط ز ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هناخد حرف الضاد، وحرف الضاد هو الحرف رقم 15 في الحروف العربية. يلا بينا نشوف حرف الضاد بيتنطق ازاي في الكلمات. ضاد فتحة ض، ضاد كسرة دي، ضاد ضمة دو، ض دي دو. حرف الضاد في أول الكلمة، ضاد فتحة ضا، ضابط ضابط، ضاد كسرة دي ضفدع ضفدع، ضاد ضمة دو دروس دروس. حرف الضاد في وسط الكلمة، أخضر أخضر، خضار خضار، مضرب مضرب. حرف الضاد في آخر الكلمة، أرض أرض، بيض بيض، أبيض أبيض. يلا يا أصحابي، أي كلمة في وسطها حرف الضاد؟ بيض ولا رضيع ولا ضفدع؟ وسطها ضاد، بيض رضيع ضفدع. برافو يا أصحابي، رضيع رضيع في وسطها حرف الضاد، برافو. يلا يا أصحابي، أي كلمة في أولها حرف الضاد؟ أبيض ولا أخضر ولا ضابط؟ أولها ضاد، أبيض ولا أخضر ولا ضابط؟ برافو يا أصحابي، ضابط ضابط.